السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لتسليط الضوء على تحركات رئيس الحكومة في المحافظات المحررة. وصل رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغري إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، وقال إن الزيارة للمحافظة تأتي في إطار توجيهات الرئيس هادي لتفقد الأوضاع والخدمات الأساسية في المحافظات المحررة. تأتي الزيارة إلى المهرة بعد سلسلة من الزيارات إلى المحافظات المحررة، والتي ابتدأت من لحج مرورا بأبين وحضرموت، تحركات يرى البعض أنها تأتي في إطار إثبات التواجد على الأرض وإعادة فكرة الدولة إلى أذهان المواطن، خصوصا في ظل الواقع المليء بالانقسامات وتعدد الولاءات السياسية والأمنية. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. منذ عودته الأخيرة إلى عدن، يتنقل رئيس الوزراء بين المحافظات المحررة من لحج إلى أبين إلى حضرموت إلى المهرة، تحركات يرى البعض بأنها تأتي في إطار إثبات التواجد وتطمين الناس في هذه المحافظات. وفي مؤتمراته الصحفية يسوق بن دغر التطمينات والوعود لأبناء تلك المحافظات، وإن كان البعض يرى بأنها من غير جدوى حقيقية وواقعية على الأرض، إلا أن آخرين يرون بأن مجرد التنقل بين المحافظات المحررة فعلا إيجابيا بحد ذاته، كونه يعيد إلى أذهان الناس فكرة الدولة في ظل فترة الفراغ التي تعيشها اليمن منذ اندلاع حرب الميليشيا قبل 3 أعوام. ليس معيار الجدوى من عدمه من يحكم تحركات بن دغر، بل إن سياق الأحداث والواقع الملغوم بالأزمات والانقسامات في نطاق تحركات رئيس الوزراء له أحجيته الخاصة، خصوصا أن الفترة الأخيرة أظهرت تباينا كبيرا بين رؤية وتحركات الشرعية اليمنية إجمالا وأطراف في التحالف العربي، يرى البعض بأنها تتحرك ضمن أجندة خاصة بعيدة عن أهداف التحالف المعلنة ودورها المفترض في إيجاد بيئة حاضنة وآمنة لعودة الشرعية وممارسة مهامها. وعليه صار السؤال الآن، هل يأتي تحرك بن دغر ضمن التنسيق مع تلك الأطراف، أم أنه يأتي بعيدا عنها وفي إطار احتواء ما تم زرعه في هذه المناطق من عوائق أمام ممارسات الشرعية لأدوارها المنوطة؟ وأيا يكن من الخيارات السابقة والحاصل فعلا، فالواضح أن المحافظات المحررة صارت مرهونة لدورين متناقضين، أحدهما لا يخدم اليمن أرضا وإنسانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأستاذ غمدان الشريف. مرحبا بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا أخي العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جميع المشاهدين. مرحبا بك أستاذ غمدان. في البداية حدثنا عن تحركات رئيس الحكومة الأخيرة وكيف تكللت زيارتها اليوم إلى المهرة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة دولة رئيس الوزراء جاءت مخطط لها مسبقا ومعدة وفق تحركات الحكومة لتشمل جميع المحافظات المحررة، وكانت هذه بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهي لتطبيع الحياة في هذه المحافظات وللنهوض بها تنمويا وخدميا، وهي نبعث من ضمنها عدة رسائل. أننا نسيطر اليوم على 85 من الأرض اليمنية، وهذه 85 من الأرض اليمنية تنعم بالأمن والاستقرار. نحن اليوم في محافظة المهرة في العاصمة عاصمتها الغيضة، نقول للعالم أن هذه المحافظة سوف تحتضن خلال الأيام القادمة أكبر مؤتمر استثماري الذي سيعم خيره على جميع المحافظات المحررة، وهذه هي بداية الخير وبداية التنمية. عقد رئيس الوزراء بعد زيارة ناجحة إلى محافظة حضرموت الوادي والساحل والصحراء، نحن اليوم هنا عقد رئيس الوزراء ترأس اجتماع للمكتب التنفيذي وأعضاء السلطة المحلية، وناقش كثير من الجوانب. ليس هناك هواجس أمنية تقلقنا، لدينا هواجس خدمية نعمل على توفيرها وعلى حلها وعلى تجاوزها. الحمد لله نحن اليوم تغلبنا على ناحية الأمن بعد ما ثبتنا الأمن والاستقرار. نحن اليوم نمضي في الخطوة الثانية، وهي الخطوة التي تهيئ لبناء الدولة الاتحادية من عدة أقاليم، وبعد توجيهات وإصدار قرار من فخامة الرئيس بإعطاء 20% لكل محافظة من ثروتها السيادية، وهذا الأمر سيعطي دافعا قويا وتنمويا، بحيث إن هذه المبالغ تتحول إلى حصة المحافظة وتكون تحت سيطرة
السلطة المحلية بقيادة المحافظ في كل محافظة. نعم، ولكن البعض يقول أستاذ غمدان بأن زيارات رئيس الحكومة للمحافظات المحررة لا تحمل شيء سوى الوعود والتطمينات فقط. أخي العزيز، اليوم ونحن نغادر مطار الريان كان هناك تصريح لمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللي هو فرق سالمين البحتني، وهو المحافظ الأول وهو المسؤول في المحافظة، أعلن أن زيارة الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى حضرموت زيارة ناجحة وحملت الكثير من عالجت كثيرة من الهموم والمشاكل، وحصلت على دعم من أبناء محافظة حضرموت. افتتح رئيس الوزراء عدد من المشاريع في الطرقات 5 مليار، لا أعتقد هذا وعود. رفض البنك المركزي بسيولة أكثر من 5 مليار ليست بوعود. المشتقات النفطية اليوم تتدفق إلى محطات الكهرباء، الحكومة تتحمل أعباء بنسبة 100%، ليست هذا وعود. الحكومة مضت والحمد لله أنجزت. المواطن اليوم في عدن ينعم بالأمن والاستقرار، وكذلك ينعم بالخدمات. المرتبات تصرف في جميع المحافظات المحررة. اليوم نحن اليوم في المهرة، وهي اليوم المحافظة التي على حدود مع سلطنة عمان وفي شرق اليمن. نحن اليوم الحمد لله مضينا بهذه الخدمات، والحمد لله بجهود كبيره بذلتها الحكومه برئاسه الدكتور احمد عبيد بن دغر. لولا هذه الجهود ما كان هذا ليتحقق. نعم. نحن حين عدنا الى عدن كانت نسبه التنميه صفر، لم تكن هناك رواتب تصرف، لم تكن هناك خدمات. لذلك لا يمكن ان نغطي الشمس بغربال، فهذه منجزات. نعم. يعرفها المواطن. طيب. واليوم ظهرت بتصريحات محافظ حضرموت وغيرهم من المحافظين الذي زرنا. ذكرت نقطة مهمة أستاذ غمدان، وكان لك أكثر من تصريح بأن الحكومة بتصرف جميع رواتب الموظفين في جميع المحافظات المحررة. أنا لا كنت أريد أن ندخل في هذه الزاوية، ولكن من باب نقف على هذه النقطة بشكل سريع، تعز أين تقف من تحركاتكم وأيضا من رواتب الموظفين؟ أخي العزيز، تعز عانت الكثير، تعز حاصرت، تعز دفعت، نحن مع تعز قلبا وقالبا. توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء بضم محافظة تعز إلى المحافظات المحررة. برغم شحة الإمكانيات وظروف الصعبة، ولكن أؤكد لك أخي العزيز أن المالية بدأت بهذه الخطوات، بدأت تجمع الكشوفات. هناك عمل إجراء تقوم به السلطات المحلية في محافظة تعز بتكريم من دولة رئيس الوزراء بأن تكون بفتح البنك المركزي أو حتى البنك الأهلي في محافظة تعز، بحيث تجمع الإيرادات وما نقص من هذه الإيرادات توفيها الحكومة المركزية، وسيتم صرف مرتبات محافظة تعز بالكامل. تعز هي في قلوبنا، نحن نقف مع تعز، ولكن جميع المحافظات الأخرى صفة مرتبات. وأنا أكد لك بأن محافظة تعز لن تغيب عن هذه المحافظات كونها محافظة محررة بتوجيه من فخامة الرئيس، وسيتم دفع مرتباتها كاملة. ولكن بالنسبة لجميع المحافظات الأخرى لا يوجد لدينا موظف، حتى مرتبات الجيش والأمن قمنا بصرف مرتبات 5 أشهر وسنستمر حتى ينتظم ذلك. نحن لحد اليوم نعيش حرب ولدينا ظروف صعبة، لا نقول لك أن لدينا أموال نزلت علينا من السماء، ولكن نحن نعمل وفق الإمكانيات المحدودة. نعم. ضمن الجهود ومن الإيرادات التي نحصل عليها من الأرض. هل سنشاهد الحكومة ممثلة برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر يصل تعز؟ نعم أخي العزيز، نحن وصلنا إلى المخا، وهي المخا تابعة لمحافظة تعز. أول أمس بتكليف من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وصل وزير المياه والبيئة عزي شريم إلى مدينة تعز، وهو وزير يمثل الحكومة. ولكن أكد لك أن رئيس الوزراء سوف يزور شبوة وسوف يزور تعز وسوف يزور جميع المحافظات المحررة. هناك برنامج معين يمضي في دولة رئيس الوزراء، بديناه من لحج وأبين ومرورا وكذلك الضالع سوف نزورها. نعم. في برنامج معين، وسوف نزور شبوة في الأيام القادمة، وكذلك محافظة مأرب، وقد سبق رئيس الوزراء انزارها. ولكن أؤكد لك أخي العزيز، نعم سيزور رئيس الوزراء مدينة تعز، وسوف يطلع على الدمار الذي تشهده، وسوف يعالج كثير من المشاكل. نعم أستاذ غمدان، ربما سؤال مهم، هذا التحركات وهذا الجهد الذي يقوم برئيس الحكومة مشكور عليه، والجميع يثني بهذا التحرك الجاد من قبل رئيس الحكومة، لكن البعض يطرح سؤال مهم، هل يمكن لهذه الزيارة أن تخفف من حدة الانقسامات والولاءات وأيضا تعدد يعني من هم مسؤولين على هذه المحافظات؟
لا أخفيك أخي العزيز، من زيارات دولة رئيس الوزراء إلى هذه المحافظات جميعها تأتي ضمن أحد أولوياتها واهتماماتها هي التفات الشعب حول القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس، وهي أهم الأشياء. هذا لا يمكن أن يكون هناك أمن، ودائما يكررها رئيس الوزراء في كل اجتماعاته وكل خطاباته، لن يكون هناك أمن إلا بوحدة القرار، قرار الشرعية ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وكذلك أسهمت هذه الزيارات في انضمام كثيرين إلى الشرعية وتأييدهم للشرعية. ومن ضمن المشاريع التي المشاريع الضيقة هم تراجعوا عنها وإن لم يعلنوا، ولكن أؤكد لك أخي العزيز أن الجميع اليوم يقف صف واحد إلى جانب الرئيس، الرئيس الذي ضحى بكل شيء، الرئيس الذي دافع عن هذا اليمن، والذي يريد أن يؤسس يمن اتحادي كل يتقاسم فيها الثروة والسلطة. ولكن أخي العزيز الزيارة لها أهداف كثيرة، ليس فقط الخدمات وإنما حتى لم الشمل، وكذلك توحيد الرأي وأشياء كثيرة. الحمد لله كانت هناك زيارة هذا أوتك في مرها من أوسع الأبواب. اليوم نعم. غادرنا اليوم محافظة حضرموت وقد أنجزنا الكثير، رحنا إلى محافظة إلى مديرية مدينة مديريات الوادي والصحراء ومدينة سيئون، رحنا إلى الشحر، واليوم نحن في القيضة وسوف ستكون هناك أستاذ غمدان حافل محافظة المهرة. نعم أستاذ غمدان، هذا الالتفاف يعني ربما الرسمي والشعبي الذي استقبل فيه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في حضرموت وفي المهرة، هل افتقدتموه في العاصمة المؤقتة عدن؟ ولذلك نرى بين الحين والآخر بعض المشاكل وبعض الصراعات التي دائما تحدث في العاصمة المؤقتة. بالعكس أخي، عدن هي درة اليمن وهي عاصمته، وعدن الحقيقة الأمر نعمت بالأمن والاستقرار. أخي العزيز ما يحدث في عدن هو عدم الالتزام بالنظام والقانون، نحن بحاجة إلى وحدة القرار. لا يمكن أن يكون لأي شخص كان أن يخرج عن النظام والقانون أو أن يخالف التوجيهات، وهناك قرار من فخامة الرئيس عبد الرب منصور إلى وحدة القرار الأمني سيطبق هذا. نحن نتابع ما يحدث في عدن، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس بإنشاء بتفعيل غرفة العمليات المشتركة، سيتم ذلك قريبا، لن تخرج أي كان على النظام والقانون. إدارة أمن تبذل عمل كبير، كل الجهاز الأمنية في عدن تبذل جهد كبير، لن نسمح لأي كان أن يشد الصف، وتستعود لعدن أمنها واستقرارها. ما يحدث هو بعض الأشخاص الذين يريدون أن يعملوا يعني إقلاق السكينة، وسوف يطالهم العقاب وسوف يطالهم العدالة. ما يحدث في عدن مع الأيام لن تشهده عدن في الأيام القادمة. هناك وعي أمني ويقظة تامة لهذا وتنبؤ كبير. نعم أستاذ غمدان، سؤال أيضا مهم فيما يخص عدن، الجميع يتحدث ويسأل هذا السؤال، أين اختفى محافظ عدن عبد العزيز المفلحي بعد أن كان قد شكل حضور كبير مساند للحكومة الشرعية وتواجد السلطة المحلية بجانبكم في عدن؟ سيعود محافظ عدن إلى محافظته وسوف يقوم بعمله من المحافظة. أخي العزيز أكدت لك دائما ومرارا أن هناك ظروف صعبة تعيشها بلادنا جرى الحرب التي شنتها، ونحن نعمل في أكثر من جهة. محافظ عدن يباشر عمله، ولو تأخر بعض الوقت ولكنه كان موجود وسيعود في الأيام القادمة إلى العاصمة المؤقتة عدن. نعم. أكد لك ذلك أخي. نعم أستاذ غمدان، تحدثت عن مؤتمر الآن ستحتضنه محافظة المهرة، أهداف هذا المؤتمر وما الذي سيشكل بالنسبة للمهرة وبالنسبة لليمن بشكل عام؟ أخي العزيز المؤتمر له أهمية كبيرة، وخاصة أنه ينعقد في ظروف صعبة، بلادنا تفتقد إلى المشاريع والمال الخارجي. هذا المؤتمر سيجلب كثير من المستثمرين الخليجيين والعرب إلى هذه المحافظة، سيكون هناك استثمار حقيقي، سيتم إعادة التجارة والتصدير، وكذلك تفعيل الدور التجاري ورجال المال والأعمال بالنهوض الوطن إلى بر الأمان. نحن بحاجة اليوم إلى البناء، ومثل ما أكد دولة رئيس الوزراء لابد أن يد تحارب ويد تبني،
اليوم المهرة ستحتضن هذا المشروع للبناء وإعادة الأعمار، سيعم خيره على الوطن كاملا، بحيث إذا عقد هذا المؤتمر ونجح سيكون المشاريع، سيستقطب هذه المشاريع الأيدي العاملة من أبناء اليمنيين الذين تعطلوا عن العمل بسبب الحرب وسبب تعطل المنشآت، سيتم عودة التجارة، سيتم عودة السياحة، بناء الفنادق، تفعيلها، عودة الاستثمارات إلى اليمن، نحن اليوم بأمس الحاجة إليه، وخاصة في الشركات الكبرى مثل النفط، تصدير النفط وغيرها من المشاريع التي نحن بأمس الحاجة إليها. شكرا جزيلا لك أستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء على تجاوبك معنا وتفاعلك معنا دائما، وكنا نتمنى أن يكون معنا العديد من الضيوف سواء من عدن أو من المهرة أو من المكلا، لكن للأسف تواصلنا معهم ولكن دون جدوى، يعني مضطرين مضطرون بأن نختم الحلقة في هذه اللحظة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحيا معد الحلقة الزميل ماهر أبو الميت، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.